السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. فيديو اليوم نحكي فيه عن الفرق بين الكيراتين والبروتين. كاين فرق بيناتهم ومش كبير، جد بسيط وسهل. وش الفرق اللي بيناتهم؟ انا صهيب وبسم الله نبدا حلقة جديدة. الفرق بين الكيراتين والبروتين هما مش كبير، لهم نفس طريقة العمل، فقط بدأوا بالكيراتين. مدة العمل تاعو هي والله تخليه في شعرك هو نصف ساعة. أولها نبدأ نغسل بالشامبو اللي قبل الكيراتين، خليه في شعرك لمدة 5 دقائق، ومن بعد ذلك تبدأ تعمل الكيراتين كما شفتوا في الفيديو السابق فاش عملت البروتين. الكيراتين عنده حاجة سلبية، واللي هي أنه بعد 6 أشهر راح تتساقط الشعر، يعني الشعر تكون مستقيمة كي تعمل الكيراتين. وبعد ذلك كي تخلص مدة الكيراتين راح تتساقط الشعر، ليس كل الشعر لكن بعض الشعيرات راح تتساقط وتتأثر كي راح يروح الكيراتين. في بعض أحيان الناس يعني يكون شعرهم جاف وهش وبعد استعملوا الكيراتين واستعملوا يعني مكواة الشعر والسيشوار كبيرة جدا، راح ينشف الشعر وراح يكون هش وراح تتكسر الشعرة وتتساقط الشعر، يعني نصف الشعر راح يتساقط. ويعني يعني مش كي يعني يتساقط الشعر يعني مش راح ينبت، لا راح يعاود ينبت الشعر لكن راح يكون هش وجاف. هذا هو السلبية تاع الكيراتين. إيجابية تاعه هو أنه عندما تكون الشعرة جافة وهشة وتكون مش مستقيمة راح الكيراتين راح يخليها تستقيم جدا، راح تكون الشعرة مستقيمة إلى درجة كبيرة. هذا هو الكيراتين الإيجابيات تاعه. وسلبية كما قلت لكم راح يتساقط الشعر، ومدة العمل تاعه هي نصف ساعة. وبعد ذلك يعني بعد ما تستعمل يعني لسان والسيشوار كي راح تنشف الكيراتين راح متغسلوش مدة 3 أيام، يعني مدة 3 أيام باش راح تغسل شعرك، يعني 3 أيام وأنت تستعمل يعني السيشوار أو الليسير هو مكواة الشعر، وبعد ذلك راح تغسله بالشامبو اللي بعد الكيراتين. لازم يكون ويجب أن يكون الشامبو اللي بعد الكيراتين، إذا ما كان الشامبو بعد الكيراتين راح ما تخرج النتيجة وما تكونش النتيجة الكيراتين. نروحو البروتين. البروتين هو لهما يعني له نفس طريقة العمل الكيراتين، راح تستغسل بالشامبو اللي قبل الكيراتين وتخلي فيه مدة 5 دقائق، يعني تفتح المسامات كما تشوفوا في الفيديو السابق، وبعد ذلك تعمل البروتين. بروتين في حاجة وهي الإيجابية أنه هو يعني هو كيراتين، يعني زادوا له مادة ولا يسميوها البروتين. والبروتين راح يخلي شعرك يكون قوي وراح يكون يعني صلب. كي تعمل البروتين بعد ما تعمله تستعمل السيشوار وتستعمل الليسير وبعد ذلك تغسله بالشامبو، عنده إيجابية أنه بعد 6 أشهر مش راح تتساقط الشعر، بالعكس يعني راح تكون الشعرة قوية وراح يغذي الشعر. هذا هو البروتين، يعني غذي الشعر مش راح تتساقط الشعر أبدا. هذا هو الفرق اللي بين كيراتين وبروتين في هذه الحاجة، يعني البروتين راح يغطي الشعر والكيراتين راح تتساقط الشعر بعد نهاية مدة عملهما في الشعر. بروتين كما شفتوا في الفيديو السابق كيفاش استعملته، يعني مدة هي نصف ساعة أو ساعة باش ينشف، يعني كي ينشف راح تستعمل مكواة الشعر أو الليسير، بعد ذلك راح تغسله يعني لمدة نهار، يعني نهار تغسله يعني يوم أو يمكن بعد 3 ساعات أو ساعتين تغسله، راح تكون نتيجة جيدة. إذا كان شعرك جاف وهش راح يساعده البروتين، لأنه من بين أحسن يعني الكيراتين أو البوتوكس، يعني البروتين هو مادة اللي راح تستعمل فيها الناس كثيرة ومسيطر على الأسواق يعني المواد التجميل. يعني هذا هو الفرق اللي بيناتهم، وقلت لكم باللي لهم نفس طريقة العمل. بروتين كما قلت لكم أراه مسيطر في الأسواق، يعني الكيراتين أو الشركات اللي كتخدم الكيراتين عادتها تستخدم أو تعمل البروتين، لأنه عادة الناس يعني تستعمل البروتين أكثر وأكثر. كما قلت لكم يغذي الشعر وما يهلكش ومش راح يحرق، والنتائج تاعو
جيدة صرتوا للشعر يعني شعر جيف وهذا راح يساعدوا البروتين كثير 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 وبزاف. هذا هو الفرق اللي بيناتهم يعني ما كانش فرق بزاف. وانا عندكم نقطة انه بعد ما تستعمل البروتين والكيراتين يعني لازم تغسل بشوبة بعد الكيراتين ويعني تستعمل لسان مرة في الأسبوع أو السيشوار مرة في الأسبوع، يعني ما تستعملوش ثلاث مرات أو مرتين، لا تستعملوا مرة في الأسبوع حتى يكون شعرك يعني جيدا. أو يمكن أن تستعمل خطرة يعني مرة يعني تستعمل مكواة شعر اللسان، أو يمكن تستعمل السيشوار يعني ما تستعملش كثير السيشوار والمكواة الشعر لأنه راح يأثر الشعر بزاف. من نقطة أخرى وهي أنك بعد ما تستعمل بروتين والكاراتين ما تستعمل أي مادة خطيرة، يعني ما تعملش الجل وما تغسلش بالشامبو يعني اللي مش بعد الكاراتين، وما تستعمل أي يعني كريم راح تأثر لك على شعرك. فقط استعمل كريم خفيفة أو يمكن جيدة تكون يعني تثبيت قوي تستعملها في شعرك فقط بعد لسان أو السيشوار، وما تستعملش أي مادة أخرى أنه راح يأثر على البروتين وراح يخليه يعني مدته مش راح تكون أطول. هذا هو الفرق بينهم يعني بسيط وجد مش يعني كبير والله. هذا هو الفرق اللي بيناتهم وهذه السلبيات والإيجابيات. كما قلت لكم نعم نفس طريقة العمل، ومن الأحسن أنك تستعمل البروتين لأنه راح يكون شعرك جيد 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 جدا خل من يعني أحسن من الكيراتين، لأنه في الأيام الأخيرة أو سنوات يعني الأخيرة عادة الناس يعني الناس لم تستعمل الكيراتين كثيرا، فقط يعني تستعمل البروتين يعني قضاء على الكيراتين. بعض الشركات كما قلت لكم ونفس الشركات اللي تستعمل او تخدم او تعمل البروتين احسن وعادوا يتنافسوا فيما بينهما على البروتين. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو، نلتقي بفيديو جديد. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس وتضغط على زر لايك على الفيديو. نلتقي في المرة القادمة. السلام عليكم.